محمود نسيت النهارده ليه؟ نزلت عشان ادي واجب الوطني، وان شاف في حاجات بتغير في البلد، وان ان شاء الله بكره احسن. النهارده انت واجهت اي صعوبه في الانتخابات؟ لا ولا في اي صعوبه ولا حاجه. انت مغترب؟ ايوه مغترب. ما تصورتش ليه هناك في بلدك؟ عشان انا قاعد هنا في اكتوبر، فانت صورت هنا في اكتوبر عادي. عارف ان المواد امتى انت صورت عليها؟ ايوه. حياه محمد احمد. النهارده شاركت ليه يا ماما؟ والله شاركت لان انا شايفه ده اللي صالح البلد، وبعدين احنا بنحاول نفهم الناس. كل في ناس بتسمع الكلام، في ناس بتقول لك لا احنا مش هنوصل للاستفتاء. ليه؟ الحاجه غاليه والعيشه صعبه، وكيلو البطاطس ب 8 جنيه واخد بال حضرتك، وكل الخضار غالي، والدنيا الاسوأ. ده كلام الناس، ده كلام الناس. لكن احنا بنقول ربنا ييسر ويحصل الصالح لكل الناس. تمام. النهارده انت جايه، اولادك جايين خارجين النهارده؟ ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك جاي منين بقى؟ انا هنا من اكتوبر حي السادس. تمام تمام.